هنا حيث متحف الخيل العربية في حي طريف بالدرعية، يجتمع عشاق الخيل العربية الأصيلة لحدث تاريخي يتجدد. بشغف أسدل الستار عن تحفة فنية حقيقية، مجسم الفرس العربية الأصيلة طرفة، إحدى خيول الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه. أحب أشكر القائمين على هذا المتحف، وأشكر أيضا المسؤولين في مركز الملك عبد العزيز للخيول العربية الأصيلة بهذه المبادرة والهدية القيمة حقيقة، اللي عرفتنا بجزء مهم بتاريخنا والتي تتمثل في هدية الملك عبد العزيز للملك جورج السادس. طبعا تعرف أن الخيل العربية هي جزء من أصالتنا ومن موروثنا ومن حاضرنا ومن مستقبلنا ومن ماضينا أيضا، فبالتالي مثل هذه التظاهرات والتجمعات هذه اللي تحكي تاريخ مجسم أمامنا ترسخ وتوضح الصورة أكبر على ما كنا عليه. كان يا ما كان، وفي ديسمبر عام 1937 رحلت الفرس العربية طرفة من صحراء نجد إلى لندن عبر سفينة رست في رصيف ميناء ألبرت الملكي، حيث سافرت طرفة كهدية من جلالة الملك المؤسس طيب الله ثراه إلى الملك جورج السادس بمناسبة تتويجه كملك، وتقديرا لحسن ضيافته لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في عام 1919 أثناء زيارته الدبلوماسية لإنجلترا نيابة عن والده. وها هو مجسم أسطورة القصة الآن بالحجم الطبيعي أمام أنظارنا. كنا نحتاج أوقات نتصور يعني أساطير ولا قصص كنا نحسها أساطير من يعني من تاريخنا، ولكن فعليا ما كانت أساطير، كانت واقع. ولكن اليوم كويس إن نشوفها كواقع ملموس علشان تعطي انطباع للأجيال الجديدة وش اللي كانوا عايشينها أهلنا وش العناصر اللي خدمت في توحيد هالكيان. كلف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الفنانة التشكيلية كارين كاسبر بتصميم ونحت المجسم الذي يبلغ وزنه أكثر من 440 كيلوغرام. أحمد الثنيان، الإخبارية، الرياض.